فتش عن أمك بالحبيبة. بدك الحبيبة بمحل ما تكون أمك؟ والله صعب الجواب على السؤال، بتعرفي كثير معقد التركيب، يعني الواحد بده وحده مثل امه، بس كمان بتجيك وحده بتقلك انا عندي شخصيتي وهيك، بس لا، في خصال معينه مثل الام، اكيد تكون وفيه مثل الام بمحبتها، الام يمكن اوفى شيء بمحبتها لاولادها، لأنه بتعطي بدون مقابل، ما اكثر بتقول حدا بيعطي، اكثر حدا بخاف، اكثر حدا اكيد بده الواحد عندها الخصال مثل أمه، بس تكون عندها شخصيتها كمان بالأخير. نصيف. أنت من درعا، من حران، أنا من حران من حران الأصل، الأصل، بس ربيت بالشام. أنا مواليد الشام بس الأصل نحن بيت زيتون من حران. شو بتتذكر بالميلاد، بطفولتك، عيد الميلاد، الشجرة، كل خير. بابا نويل؟ حلوة الذكريات يعني، أو والله حلوة وبش عليكي، هذا العيد بالذات الوالد كان يحب كتير يزين، أبو نصيف. أبو نصيف كان كتير يحب الزينة، كان يحبه كتير، هذا العيد بيعني له كتير، يعني كانوا يعني من الشجرة للمغارة لحتى برات البيت، ايه بشوفه دايما هيك عم بزين. شو بدنا نعمل، هاي الدنيا زينت شجرة هالعيد؟ هالعيد. إن شاء الله العيد الجاي بإذن الله، إن شاء الله السنة لا إن شاء الله. يمكن لا، إذا زينت شجرة سنة بنفرح مع العالم، نتمنى دائما الخير وتفرح العالم نفرح العالم، بس رغم أوجاعك. بالأخير هذا لا، يعني نحن بعاداتنا كرامة عيونه، لا نحن العيد محزونين، يعني عنا سنة حزن. نصيف، كنا نقول لك أبو الياس، بعدنا بنقول لك أبو الياس. كانت يمكن قبل تفرحك تحس بفخر، وهلا هلا اكيد فخر اكثر، اكثر واكثر. بس فيها غصه يمكن. كل الفخر انا بكفيني انه انا اكون انه انا ابنه، وموضوع الوالد بالنسبه لي والعيله انا مزعج بمحبته، يعني مزعج المحبه اللي نحن عنا هذا الموجود، مزعج هالقد شوي. الترابط العائلي والتعلق بين بعض. ايه انتو هيك ما كم بعرف، ما خي عرفت العب كثير انتو كم احكي كثير. كم خي واخت انتو؟ نحن نصيف الكبير انا، ونانسي اصغر مني بسنه، وانس انا اصغر مني باربع سنين. ثلاثه والوالده. هلا يعني فينا نقول انت رجال البيت هلا، يعني كمسؤوليه، ما بدي اقول ما حدا بياخذ محل حدا، والوالد انا سبق وذكرت قلت انه ما بحب هالكلمه هيدي، بتجرحك كثير بتجرح والله. بالعكس انا بيي دائما رجال البيت، ذكرى وكل شيء علمنا اياه وكل شيء ربانا عليه، حتى ريحته حتى هيك حسه بالبيت لساته موجود. الله يطول بعمر امي. خلينا ننتقل لغير حديث. قبل ما اختم نصيحه كل الوقت بتتذكرها نصحك اياها، بس هيدي لانه هيدي اكيد حتحملها معك كل حياتك، يعني انه بابا كان يقول لي هيك وانا بدي اكون هيك. في كثير قصص علمنا اياها البابا وكثير قصص هيك بتضل، بس اهم شيء ما تكذب، ما تكذب، ما تاخذ الطريق السهل بالحياه او بالحياه، يعني كون رجال، كون قد الكلمه، يعني قد كلمه رجال كون، يعني عم نحاول ان شاء الله. وان شاء الله انت قدها وقدود، ما هيك؟ ان شاء الله يا رب. بعد كثير لتصير بي، ما هيك؟ او قريب والله بتفكر بتفكر أكيد بهالموضوع؟ أكيد أكيد بتراودك الفكره؟ بالاخير مثل ما انا عم بحكي عن عائلتي هلا، اكيد الانسان بالحياه بده يعمل عائله. قد ايه عمرك هلا؟ انا صاروا 30. لا صار فينا نقول، يعني المفروض تبلش تفكر جديا ان شاء الله باذن الله، بس انه خلينا هلا ننزل الالبوم والحديث بهالقصص. هلا اوريدي انا عندي ستريس، كمان بدك تجيبي لي ستريس ثاني كمان. لا بالعكس، هيدي يمكن احلى رساله بيعملها الانسان بعد شغله، انه يعمل عيله ويخلي يكون في هيك مثل ما بيقولوا خلف ونسب صالح، يعني قدر يعمل شيء صالح بالحياه، يعمل اولاد ويعمل عيله. انا هذا ما بعرف موضوع العيلة أنا بقدسه، ف حتكون لكان بي مثالي يعني من إن شاء الله الله يقدرني. بتخيل إنه كيف تربيت، إن شاء الله رح تربي إن شاء الله.